جيز بعد الشوط. الشوط الاولاني كان افضلنا لوكاس واسرار من سبورتنج. الشوط الثاني الاعتماد على لوكاس بدرجه كبيره انقذ الاهلي جماعيه الاداء، بدليل ان سبورتنج لو بصينا نلاقي معظم السكور اللي هو حاطه متوزع على الفرقه او التشكيل اللي لعب بيه. الشوط الثاني كان برضو نجوم المباراه او نجوم الشوط ده كانت رضوى صانع الالعاب. بس يا كابتن معلش انا عايز اقف على الكوره دي بعد اذن حضرتك وبعدها لي. كذا مره تكررت هذه اللعبه انه يحصل فاست بريك سريع 1-0 من سبورتنج بيبقى مفيش تغطيه دفاع، رجوع السيفتي بتاعنا بطيء جدا. السيفتي يعني لو يعني بص يا كابتن مثلا كره زي دي مش ممكن يعني دربلايه. بص يعني هبعدها لحضرتك، احنا دخلنا اتلمت. بص يا كابتن ريم موسى راحت بدربلايه واحده، بص يعني لا اللي قبليها يا جماعه راح اهو هي دي بص راح بدربلايه واحده، بص دربلايه واحده، بص يا كابتن 1-0. طب ازاي الاثنين اللي واقفين في نص الملعب مش شايفين ان في حد ورا؟ الرجوع كان بطيء جدا، الرجوع كان بطيء جدا، وده سبب من الاسباب اللي هي زي الصوره اللي موجوده قدامنا ان احنا رجوعنا بطيء او الملعب بطيء. يعني صح. وجود جنة الالفي ومع لوكاس مع يا رنيم الجداوي ملعب بطيء، الرجوع الملعب تقيل، هم اسرع، هم بيجروا فاست بريك، شايفين بعض كويس عننا النهارده بصراحه. فرقه سبورتنج شايفه اللعيبه شايفه بعض كويس، في جمعيه في الاداء بالنسبه ليهم. صحيح. طب كابتن سيد يعني راي حضرتك برضه، هل تتفق مع كابتن السلعاوي ان كان في سرعه شويه في اداء سبورتنج والنادي الاهلي كان نوعا ما تقيل شويه في الرجوع؟ بص هو اللي اتكلمنا فيه في الاول الديفنس اللي هيفرق مع في اللعب. النادي الاهلي كان بيدافع بصوره جيده الشوط الاولاني وكان حدد من خطوره لعيبه سبورتنج وكان بيجري، علشان بيدافع كويس يبقى هتجري كويس. الكوارتر الثاني نادي سبورتنج بقى يدافع كويس وبيجري احسن. صح. واللي سهل ماموريه نادي سبورتنج ان هو يدافع كويس ان احنا بنلعب لعب فردي. في كل واحده عايزه تاخد الكوره في حاجه بتعملها، الفريق ما بتتحركش، ما فيش الجماعيه دي اللي بتخلق سبيسنج وبتخلق فرص للعيبه انها تلعب. صحيح. فكان بيسهل الامور في دفاعات سبورتنج ان هم دفعوا علينا جيد، اللعيبه بتخش بتلاقي عليها دبل تيمنج ما بتشوفش حد جاي لها عشان تعمل لها تباص الاسيست بتاعها او الاسيست بيبقى مقطوع فبترد علينا فاست بريك. احنا بدانا ديفنسيفلي احسن شويه عشان كده رحنا 5 بونت. الشوط الثاني سبورتنج ديفنسيفلي احسن بكتير مننا علشان كده هو اتعوض وطلع علينا 5 بونت وجري علينا. صحيح يا كابتن. طب كابتن داليا عايز تفسير حضرتك، يمكن الشوط الاول انتهى 19-24 او 24 للنادي الاهلي 19 للسبورتنج، يعني احنا حطينا في الكوارتر ده 24 نقطه ودخل فينا 19. الشوط الثاني منفردا او الفتره الثانيه منفردا نادي سبورتنج حط 25 نقطه في الوقت اللي هو كان حاطط في الاول 19، واحنا حطينا بس 15 نقطه في الشوط الثاني بالرغم ان احنا في الشوط الاول حطينا 24 نقطه، يعني بانخفاض 8 نقاط في الشوط الثاني. تفسير حضرتك لده؟ هو طبعا انا شايفه ان الشوط الاولاني كان معتمد على لوكس 100%. البنت الميديوم شوت بتاعها 100% 100% شاطت 1 3 بوينت ما جابتهاش، والميديوم شوت بتاعها كله جابته. هو الشوط بتعدي مسافات قصيره كانت مميزه فيه. بالظبط، هي بتعدي المان بتاعها تدخل في الجزء الزون تقوم شايطه تقوم جايبه بمنتهى الاريحيه. وانا مش قادره افهم سبورتنج يعني غفل عنها شويه الاولانيين وكده، وده يفسر شويه هل هي كانت خطه من عندنا ان احنا نطلع بالملعب ببطء عشان لوكس هي اللي تخلص تعدي وتخلص في الاخر، ولا كان ايه؟ لان احنا كانت بيفوتاتنا هي اللي بتطلع بالملعب. لا انا اختلف، يعني ما كانش مفهوم وليد اللعبه. ما كانش مفهوم خالص. كانت رنيم وجانا الالفي في الاول هم اللي كانوا بيباصوا لبعض عشان يطلعوا بالملعب. هم اللي كانوا بيطلعوا بالملعب. بالظبط، فمش مفهوم خالص هي لوكس كانت فين يعني. نشوفها يعني عمرها ما حصلت يعني. انت كنت فين؟ فما اعرفش هل عشان تلعب لعبتها اللي هي مميزه فيها مش مفهوم. اللعب الفردي كان واضح بشكل رهيب من عندنا فعلا زي ما كابتن سيد قال، كان كل حد شاطر في حاجه بنتيح له الفرصه ان هو يعملها فيما عدا اللعبتين اللي حصلوا ما بين لوكس ونادين. الكات اللي كانت بتعملها نادين وكانت بتعملها برضو اعتماد فردي، كانت بتطلع نفسها بطريقه ما وتقوم عامله كات واخده من لوكس وداخله على الباسكت. احنا طلعنا على سبورتنج، لا هو سبورتنج بيلعب ماتش حلو قوي من الاول. غياب هاجر في الاول لما اتصابت في الاول انا تخيلت ان احنا هنستغل الفرصه بصراحه، نطلع فاست بريك كتير، ننتهز فرصه ان ما فيش هاجر مش موجوده تحت الباسكت. الحمد لله دي حاجه يعني حاجه كنت حاسه ان احنا المفروض نستغلها نطلع شويه.
الدروب اللي حصل وخلانا احنا نكسب في الشوط الاولاني ونطلع 24-19 ان سبورتنج كان وحش في الشوط. يعني هما كانوا بيعتمدوا في التصوير خالص. كان بيشوط من احنا مقفلين، سواء اهلي او سبورتنج كان مقفل تحت الباسكت كويس قوي. سبورتنج بيلعب بره واحنا بنلعب على لوكس بره، فهما ما كانوش موفقين في 3 بوينت نهائيا، وبالتالي الدنيا وقعت منهم فعرفنا نهاجم. ده يمكن تفسير حضرتك لتفاوت وتباين الارقام بين الفتره الاولى والثانيه. يمكن كابتن ريم راي حضرتك يعني التفاوت ده كان ليه دفاعيا وهجوميا؟ هو نفس كلام كابتن سلعه وكابتن سيد وكابتن داليا، ان الاهلي اداؤه عايز يبقى اسرع شويه ويجري على الفاست بريك اكتر. يعني بص يا كابتن، كل الحالات اللي احنا جايبها مع الساده المشاهدين كلها لعب سريع يا كابتن سيد، كلها لعب سريع يا كابتن ريم. يعني بصي كل ده جاي من موف، يعني دي يمكن 5-5، ولكن اللي كان قبليها واللي قبليها واللي قبليها تحس ان في سرعه في اداء سبورتنج، احنا عندنا شويه بطء حتى 5-5. يعني رايي كده كابتن ريم برضه؟ ايوه تمام. واللعب فعلا كان على لوكاس في الشوط الاولاني اكتر، لازم يبقى فيه لعب جماعي ونفتح الملعب ونمشي الكره اسرع ونشوف الثغرات فين عشان نحرك الديفنس وننزل، نحاول ننزل تحت على قد ما نقدر. يعني انت متفقه معانا برضه ومع ضيوفنا ان النهارده الكباتن كلهم بيقولوا ان احنا محتاجين لعب جماعي اكتر، والناحيه الدفاعيه يمكن محتاجين اكتر. كابتن سيد شايف حضرتك في حاجه الحاجه اللي اثرت معانا كتير قوي الشوط الثاني، لو تفتكر احنا قبل ما نتكلم بنقول احنا جايبين صناع العاب هم اللي بيمسكوا الكوره وهم اللي بيخلصوا. الشوط الثاني ابتدى حط لوكاس في بوزيشن 2 وبقى رادو محمد في بوزيشن 1، فما بقتش الكوره توصل لوسا للوكاس، ما بقتش معاها بالظبط كده اهوت. فهي كانت بتعمل كرييشن خلق فرص لنفسها، دلوقتي هي مش عارفه تتحرك علشان تاخد الكره عشان تخلق لنفسها. فده اللي كنا بنتكلم فيه، كل ما الكره مع اللعيب المحترف هو بيعرف يخلص نفسه، ده مع الجنب مش عارف ياخد الكره. يعني افهم من حضرتك ان الدفع بلوكاس في مركز واحد اصبح ضروره في الشوط الثاني. انا في رايي كده، وخصوصا ما هيبقى جنبها نادين وهيبقى جنبها فريق، مع الاحترام الشديد لفريق لرضوى محمد، لكن لوكاس لازم تستلم الكره الاولانيه. يمكن عشان كابتن علي هاشم كان هدفه اراحه لوكاس شويه، يمكن المجهود المبذول عشان عايز افشل. انا موافق، انا لا احنا بنتكلم ليه اللي حصل التراجع ده. فاكيد هو يتدارك الموضوع دوت، ان 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 بدل انت معتمد ان لوكاس اللي بتخلص لك معظم الكور، لازم الكره تبقى. خلي بالك كابتن برضو الساده المشاهدين، الفرقتين نزلوا تاني اللي هو الاحماء، فتره الاحماء ما بين الفتره الثانيه هي بس، وبالتالي خلاص برضو لحظات وتطور. هي بس المشكله ان لازم يبقى في اداء يعني لعب جماعي اكتر من كده. احنا نمتلك قدرات مواهب لعيبه كويسه قوي قوي، لازم كلها تستغل. بس يا كابتن عندي برضو سؤال، يعني ريت حضرتك تجاوب عليه برضو. انا مش شايف سبورتنج عامل بريشر علينا، يعني سبورتنج بيلعب باريحيه كامله، يعني مفيش ضغط دفاعي علينا. انا شايف ان احنا بنوصل عادي بس تحت الحلقه وتحت السي بوينت. هو دلوقتي هو بيلعب على مفاتيحك انت النهارده، هو مقفل لك تحت الباسكت كويس، وكور ما حد بيخش ما بيعملش كيك اوت عشان حد يشوط، بيخش بيحاول يعمل الباصه المزنوقه دي مع الكولابسنج او الزحمه اللي تحت الباسكت بتتقطع، لكن مش شايفين الناس اللي بره نعمل كيك اوت على نادين تشوط ثلاثه وفريده وقت تشوط فريده جت لها كوره شطتها نادين جت لها كوره شطتها، لكن لازم ده يبقى لعب بنلم ونعمل كيك اوت. كمان انا شايف ان التفوق بالنسبه لسبورتنج عن طريق لم الكوره، اعتقد ان نسبه كبيره جدا في صالحهم هم مش في صالحنا احنا. لا يعني احنا عندنا الطوال ولا بيلم ولا بيعطل الكوره ان تيجي فاست بريك عليا، فهو بيلم وبمنتهى الرياحيه بتعمل ديوان دريبلايه بيبقى 2-1 زي ما انت قلت وجبت الصوره وكررت اكتر من مره. فلازم لازم نرجع اسرع، او الطويل يعطل او يوقف الطويل يوقف او يعطل الكوره الاولانيه اول باص يعطله اقرب واحد ليها والباقي يرجع على الزون على البيت. سريعا سريعا عشان احنا خلاص لحظات وهنروح ارض الملعب، التوقعات حضرتك للثالث والرابع؟ اعتقد ان احنا الثالث والرابع هنبدا نلعب جماعي وهنكسب ان شاء الله. كابتن سيد راي حضرتك ايه؟ الجماعي يفضل متعلق للاخر. ما فيش قادر تتوقع. لا لا. انا برضو اذا حضرتك يعني اتمنى المكسب طبعا. طبعا يعني طبعا بس الماتش مش كلوز جيم، فهنبقى بس المهم ان ما فيش يعني هي المشكله هل لوكاس هيستمر؟ بص اهم فتره الفتره الثالثه، لو احنا مشينا كويس ممكن ناخد الجيم. واعتقد ان لوكاس مش هتقدر تستمر على لا وهم بيبدلوا منات. طب راي حضرتك يعني هم على لوكاس بدلوا، احنا خدنا بالنا ان كابتن حرس بيطلع ويدخل كتير جدا جدا، اعتقد ان هو ضاغط على لوكاس ولما بتتعب بيبدل. عامل مذاكرها يعني مذاكر يعني وهي فرق. توقعات حضرتك يا كابتن داليا؟ والله لا مش مضمون اي حاجه بس لو فضلنا بشكل اللعب الفردي الشاطر فين بس ان شاء الله ان شاء الله هيبقى احسن. كابتن ريم انت راي حضرتك ايه او توقعاتك؟ ان شاء الله الشوط الثالث يعني ان شاء الله الاهلي يكون احسن ويلعب على الثغرات اللي هي الفاست بريك والديفنس يكون احسن من كده،
وان شاء الله هيبان بقى ويخلص في الشوط الرابع ان شاء الله. وطبعا اكيد حضرتك متفقين معايا ان غياب ثريا يعني لو اتكلمنا احنا ان في 25 ان احنا جايبين مثلا 39 بونت بتهيألي ثريا كانت ممكن تبقى اد فاليو. انا حاسه ان وجود ثريا اثر في سرعه الملعب بقى. سرعه الملعب يعني في نقل الملعب طبعا لان هي اللي كانت بتنقل الملعب لو اي حد بطيء معايا كانت بتفوت فاعتقد ده اللي موقف الدنيا شويه. ان شاء الله الباقي يسد ان شاء الله وتبقى الامور جيده. بس خلينا برضو نقول على حته مهمه جدا جدا كان باينت في الشوط الاول والثاني كمان يا كابتن وهو لجوء النادي الاهلي في وقت من الفترات انه يلعب انسايد جيم في وقت الملعب مقفول. كنا محتاجين شوطين ثلاثه يفتحوا يعني كنا محتاجين شوطه هو مفيش ده اللي بقول لك عليه لازم زي ما كان سيد انت لازم النهارده تلم الديفنس عليك جوه وتعرف فين زميلك عشان تطلع له الكيك اوت على شوطه. دي اللي ناقصانه يعني احنا حاجات كتير. الروتيشن بتاع اللعيبه اللي بره ما الكوره تنزل انسايد مهم جدا عشان اللعيب يعرف يطلعها فيه فهم مش شايفين بعض ان تطلع له الكوره لكن انت مش هتاخد الكره من اول لعبه هتشوت لان معاك الديفنس لازم الديفنس ينزل عشان يساعد وبعد كده تطلع لك كيك اوت. دي اللي مش شكلها صحيح يمكن كانت باينه كتير وكان يعني رنيم يمكن وهي بتلعب تحس انها بتلعب براحه يعني بتحس ان في واحد رنيم متقفل عليها كويس جدا عشان يجي لها الهلبات. ما انت عارف اكتر مننا ان الناس لما بتلعب انسايد لازم يجي لي هيلب لازم اعرف زميلي التاني فين عشان اطلع له الكيك اوت عشان وانا ابقى جاهز للشوط بالظبط ولازم اجيب لان لو ما جبتش هيبقى في مشكله انا كده بزود الضغط على زميلي تحت الحلقه بس على الاقل تلعب صح على الاقل انك انت بالظبط كده انت بتلعب الاكسترا باس اللي هي بتطلع لك ديت او الكيك اوت ديت هو هيفضل مريح ان احنا بنلعب انسايد فهو هيفضل ضاغط تحت واحنا صحيح. مش بنخلص فوق طب انا شايف خلاص لحظات يعني بتهيالي كده نروح على ارض الملعب نروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع من ارض ملعب او مجمع الدكتور حسن مصطفى لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه كاس السوبر المصري كرة السلة سيدات الأهلي وسبورتنج الثالث والرابع إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مشاهدي ومحبي ومتابعي كرة السلة في كل مكان معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم من صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ومن قناة الأهلي بمدينة الإنتاج الإعلامي. شكرا للسادة الضيوف شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. للي ما كانش متابعنا انتهت أحداث الكوارتر الثاني بنتيجة بتقدم سبورتين 44-39 لصالحه. توب سكورر هنا أو أعلى النقاط هنا في النادي الأهلي هي إيتالي لوكاس تأتي بعديها نادين سلعوة. إيطالي لوكاس ب 15 نقطة نادين سلعوة بالسبع نقاط أما نادي سبورتن أعلى النقاط أسرار ماجد ب 10 نقاط تأتي وراها ريم موسى بثمان نقاط. نبدأ على بركة الله أحداث الفترة الثالثة أو الكورتر الثالث تشكيل نادي سبورتن أو الخماسي والستارتن لاين أب ريم موسى أسرار ماجد نادين ياسر هاجر عامر ومنار إيهاب أما الستارت لاين أب للنادي الأهلي إيطالي لوكاس نادين سلعوة رضوى محمد نور علي طلعت ورنيم جداوي الحيازة التبادلية أهلاوية في بداية أحداث الكوارتر الثالث. نبدأ على بركة الله والحيازة أهلاوية رضوى محمد من نادي الأهلي هي لا تمسك الملعب دلوقتي مع لوكاس نور علي طلعت وأولى الاختراقات لكن لم تنجح في التسجيل تخبط في إيد مين تخبط في إيد رنيم جداوي وبتطلع أوتسايد الصالح نادي سبورتنج. اوتسايد للسبورتنج. اسرار ماجد في قيادة الملعب. ريم موسى لهاجر عامر اللي بتطلع كيك اوت لمنار ايهاب لهاجر عامر مرة ثانية. هاجر واختراقات هاجر. قلبة الملعب الناحية الثانية لاسرار ماجد على 3 بوينت. وتفتتح معاها اولى الثلاثيات لصالح نادي سبورتنج. ثلاث نقاط توسع الفارق الى ثمان نقاط فرق لصالح نادي سبورتنج. وادي البيك اند رول وتنتهي عند رنيم جداوي اللي بتحاول على الباسكت ما بتجيش تلم على طول لريم موسى تجري بالباص بريك لمنار ايهاب قطعه سهله خالص نادين ياسر لكن ما بتجيبش وتلم هاجر عامر في منتهى يعني اقول ايه بس دفاعات النادي الاهلي في مشكلة النهاردة في مشكلة في دفاعات النادي الأهلي لأن على السكند شوت على طول لمت هاجر عامر وقدرت إنها تاخد خطأ شخصي
على نور علي طلعت اللي في جعبتها ثلاث أخطاء شخصية وتنجح هاجر عامر في تسجيل أولى الرميات الحرة. وادي الرمية الحرة الثانية على التنفيذ، هاجر عامر تنجح أيضا في التسجيل، توسع الفارق إلى 10 نقاط لصالح نادي سبورت. رضوى محمد عدت سلمت لي نادين سلعوة، أكبر فارق حتى هذه اللحظات في أحداث المباراة. هل ينجح الأهلي؟ إن شاء الله ينجح الأهلي، لكن عملت ستيل ريم موسى والفاص بريك 3-1 لمنار إيهاب اللي طلعت ريم موسى، لكن طلعت في الأوت أوت سايد أهلاوي لصالح بناتنا ملكات الباسكت في النادي الأهلي. ضغط نادي سبورتن من بداية أحداث الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. لوكاس يتلي لوكاس، خلاص هي اللي هتقوم بالملعب دلوقتي وهي اللي هتلعب مركز صانع اللعب، هي اللي هتقود الملعب. عدت مع أسرار ماجد، عدت لوكاس، لوكاس لسه معاه كرة، وصلت لوكاس لكن ما بتنجحش. رنيم جداوي بتلف وتباص النور علي طلعت اللي بتطلع كيك اوت لنادين سلعوة. نادين في الثواني الأخيرة من زمن الهجمة سلمت نور علي طلعت اسيست حلوة قوي وتنجح نور في تسجيل نقطتين وتضيق الفارق إلى 8 نقاط. ضغط النادي الأهلي من أول الملعب. شوط المدربين هو الكوارتر الثالث. أسرار ماجد ودفاع قوم النادي الاهلي، سلم لهاجر عامر، عدت هاجر طلعت الكيك اوت لمنار ايهاب، منار لاسرار ماجد مره ثانيه، لسه اسرار معاه الكوره، سلمت لهاجر عامر لكن باص اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. تغيير في صفوف الاهلي، هتنزل حبيبه محمد وايتالي لوكاس هتطلع. هتقول لي لوكاس ايه يا عم اللي تطلع؟ اقول لك تريح شويه لعبه ال 20 دقيقه الاولانيه، تاخد نفسها وتنزل فريش مره ثانيه. رضوى محمد، مونيك ريد برضو على الناحيه الثانيه محترفه نادي سبورتنج مش موجوده في الملعب، قطعت عملت الستيل اسرار ماجد، طلعت لريم موسى لهاجر عامر بشمالها ما بتنجحش في التسجيل. فين الدفاعات الاهلاويه والريباوند؟ قطعت على طول نادين سلعوة وعملت معاها خطا شخصي ريم موسى رقم واحد. ريم موسى خطا شخصي على نادي سبورتنج. هقول لكم الخطا الشخصي الكام على ريم موسى، ده الخطا الشخصي الاول. 8 نقاط ريم موسى حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر لغايه الكوارتر الثالث. حبيبه محمد لرضوى محمد، حبيبه حاتم عفوا، رضوى لحبيبه حاتم، رنيم جداوي السكرين الناحيه الثانيه بتعمل لنادين سلعوة وسكرين ثاني لنادين سلعوة. نادين قلبت الملعب الناحيه الثانيه، نور علي طلعت اللي هوشت بنتريشن طلعت الكيك اوت لكن في الاوت سايد تطلع وتروح لصالح نادي سبورتنج. 49-41 لصالح نادي سبورتنج. 7 دقائق 20 ثانيه عزيزي المشاهد على انتهاء احداث الكوارتر الثاني. منار ايهاب اختراقات منار، لكن هنا مين اللي غطى على نادين اللي فاضيه خالص وبتستلم وبتنجح في تسجيل نقطتين. نادين سلعوة لازم نهدى شويه ونشوف لعبتنا ايه اللي هنعملها. بتضع الكره لكن تسيطر عليها، رضوى محمد بتباص كده اي حاجه وبتطلع اوت سايد لصالح النادي نادي سبورتنج. تغيير في صفوف الاهلي، هل علي رقم واحد بدلا من رضوى محمد؟ هل علي اولى سنه، اول سنه درجه اولى صعد من ناشئين تحت 18 سنه. عدت ريم موسى سلمت لمنار ايهاب، منار استلمت السكرين والبيك اند رول لكن هاجر عامر فاضي على اوبن شوت على 3 بوينت وتنجح في تسجيل 3 نقاط. تايم اوت على طول يطلبه الكابتن علي هاشم علشان يوقف تفوق نادي سبورتنج. نسمع التايم اوت ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. وهنرجع على 32 اكمل الترابات، اكمل الترابات في الاخر هنا اهو. هعمل فلاش، نبص على فلاش في يا جماعه في ايه؟ ولا حاجه بس انت شويه ريباوند يا رجاله، احنا شباب بنجريش ما بنجريش وهم بيجروا علينا. بص على البوتيل هناك وهرجع على 32. Thank you.
الشوط اللي طلبه الكابتن علي هاشم. خماسي الاهلي هلع علي حبيب حاتم رنيم جداوي نور علي طلعت نادي السلعوة. اما خماسي نادي سبورتنج منار ايهاب هاجر عامر نادين ياسر ريم موسى واسرار ماجد. اوتسايد اهلاوي او الكره اهلاويه هلع علي عدت بالملعب بسرعتها لسه الكره معاه وطلبت حبيبه حاتم استلبت حبيبه اطعلها وسلمت على طول لرنيم جداوي اللي مستنيه الهاند اوف مع سلعاوي لحبيبه حاتم اللي اخترقت وسلمت نور علي طلعت باختراقات نور لكن هنا اوفنسيف فاول على نور علي طلعت خطا مهاجم او اوفنسيف فاول على نور علي طلعت لعيبه النادي الاهلي. 6 دقائق 25 ثانيه 54 سبورتن 41 الاهلي. ضغط النادي الاهلي من اول الملعب. ريم موسى لنادين ياسر باصات سريعه من نادي سبورتن لريم موسى تاني زون ديفنس النادي الاهلي. سلمت على طول لنادين ياسر منار ايهاب باصات سريعه تنتهي عند اسرار ماجد اللي شاطت ونجحت في تسجيل ثلاثيه لاسرار ماجد. هاجر علي تخبط الكره في ايد اسرار ماجد من سبورتن وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. ايتالي لوكاس على التغيير القادم. هاجر علي او هلا علي عفوا سلمت لحبيبه حاتم بنتريشن حبيبه سلمت لنادين سلعاو على الكيك اوت و 3 بوينت 2 وتنجح نادين في الرد سريعا على نادي سبورتنج. نادين ياسر قطع لوحدها لسه الاهلي ما زال في 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 بازل كده ناقصه في الدفاعات. في بازل ناقصه كده في دفاعات النادي الاهلي. هالة علي اخترقت هالة وصلت لكن اتعمل لها بلوك وحاولت معاها رنيم جداوي لسه الكوره حايره ما بين هالة وما بين هاجر والجامبول والحيازه لنادي سبورتنج. ايتالي لوكاس هتنزل وخرجت حبيبه حاتم من النادي الاهلي جينا حلمي مكان نادين ياسر وهلا مصطفى مكان منار ايهاب. ده تغيير ايضا في نادي سبورتنج. اوتسايد سبورتنج جينا حلمي سلمت لاسرار ماجد واحده من اهم مفاتيح لعب نادي سبورتنج. هلا مصطفى لاسرار تاني اوبن شوت ازاي متسابه كده تشوط والكرة اتلمت لكن تروح على طول لصالح نادي الاهلي. اوتسايد اهلاوي ونقاش مع الكابتن عمرو زاهد من الكابتن حورس وتحذير في حاله الاعتراض بتكنيكال فاول. 59 43 لصالح نادي سبورتنج. 5 دقائق 12 ثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. ايتالي لوكاس. لوكاس عدت وخطا شخصي على جينا حلمي رقم 11. خطا شخصي على جينا حازم حلمي الخطا الشخصي الثالث. توتال اخطاء على الفريقين 2 هنا و2 هنا. رنيم جداوي تحت الباسكت والباك لاب ما بتنجحش في التسجيل تلم على طول ريم موسى والفاست بريك. الاهلي في ارتداداته مش سريع لكن سبورتن في ارتداداته اسرع من الاهلي. باسكت على طول لنادي سبورتنج. خطا شخصي على اسرار ماجد وسع الفارق الى 61 43. اسرار ماجد اللي ارتكبت الخطا هي اعلى سكور في نادي سبورتنج ب 18 نقطه واول اخطاء شخصيه على اسرار ماجد. اوتسايد اهلاوي نادين سلعاوه خدت السكرين عدت عايزه تشوط لكن سلمت لهاله. هلا لوكاس لسه لوكاس عايزه تخترق فعلا اخترقت لكن هنا بترتكب معاها ريم موسى خطا شخصي كمان عشان يبقى التوتال اخطاء شخصيه على نادي سبورتن الرابع والخطا الشخصي الثاني على ريم موسى. اوتسايد للنادي الاهلي نادين سلعاوه قطعت سلمتها لوكاس سيطرت عليها نادين لكن تخطف على طول جينا حلمي تجرب فاست بريك مع ريم موسى ريم واخترقات ريم الباك لاب لكن هنا خطا شخصي ترتكبه هلا علي لاعبه النادي الاهلي على ريم موسى ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج.
ريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. تسعتاشر نقطة فارق لصالح سبورتنج. أربع دقايق 27 ثانية وريم موسى على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. مونيك ريد من سبورتنج بدلا من هاجر عامر. الواضح إنها لسه متأثرة بإصابتها. هالة علي لسه الكرة مع هالة. ما زالت الكرة مع هالة وتراي على الباسكت كده ما بتنجحش في التسجيل، لكن على طول السكند شوت تاخدها رنيم جداوي وتنجح في تسجيل نقطتين وخطأ شخصي أعتقد هنا على فعلا على أسرار ماجد ورمية حرة إضافية. الدفاعات القوية تأتي بالفوز على طول. رنيم جداوي والأند وان أو الوان مور. فريدة وائل على التغيير حالا لكن ما بتنجحش في التسجيل. رنيم جداوي تلم مونيك ريد. مونيك تلعب واحد على واحد تسلم لأسرار ماجد. أسرار والبنتريشن لهلا مصطفى عكيك أوت. هالة اخترقت وصلت نجحت في تسجيل نقطتين لنادي سبورتنج. إيطالي لوكاس. لوكاس اللي وقفت هوشت على الثري بوينت وتنجح في تسجيل. ثلاث نقاط تضيع الفارق. هنا لازم الأهلي يضغط كويس جدا. خطفت رنيم جداوي وعملت الستيل. دفاعات النادي الأهلي ماشية كويس. هلا علي لسه الخبرة مش موجودة. رنيم جداوي تلم على السكند شوت لكن ما بتجيش. هلا المرة الثانية بتلم دفاعات قوية لكن تستلم وتنتهي عند إيطالي مونيك ريد وخطأ فني على الكابتن علي هاشم. تكنيكال فاول على كابتن علي هاشم كوتش النادي الاهلي برميه وحيازه وتغيير في صفوف نادي الاهلي. هاله علي هي اللي هتخرج وهتنزل مكانها فريده وائل. مونيك ريد على تنفيذ التكنيكال فاول او الرميه والحيازه تنجح في تسجيل الرميه وحيازه لنادي سبورتنج. 48 66 3 دقائق 35 ثانيه النتيجه لصالح نادي سبورتنج. ريم موسى انا بقول انها مان اوف ذا ماتش النهارده في نادي سبورتنج. ريم قطعت عملت حلوه قوي الستيل. رنيم جداوي رنيم وهجمه وصلت نجحت في تسجيل نقطتين واحده من نجوم اللقاء ونجوم منتخب مصر في هذه اللحظات. ما زال الارتداد عند النادي الاهلي لسه في سنه بطء. نجحت على طول هلا مصطفى فص بريك سريع في تسجيل نقطتين. يوسع الفرق الى 18 نقطه. نور علي طلعت تلف سيمي هوك تخترق لكن مونيك ريد تعترضها بخطا شخصي وخطا على مونيك ريد لاعبه رقم 23 ورميتين حرتين لنور علي طلعت. نور علي طلعت على تنفيذ الرميه الحره الاولى ما بتنجحش في التسجيل. مونيك ريد خطأين شخصيين ست نقاط في احداث هذه المباراه. تنجح في تسجيل الرميه الحره الثانيه وهنا تغيير. خرجت ريم موسى نزلت منار ايهاب اوتسايد لنادي سبورتنج. منار هتستلم وتسلم لاسرار ماجد هي اللي هتمسك الملعب تعويضا عن ريم موسى. اسرار ماجد لهلا مصطفى من نادي سبورتنج. مونيك ريد مونيك لجينا حازم او جينا حلمي اللي وقفت واخترقت ووصلت تخبط الكره فيها لكن كابتن نانسي قالت الكره على النادي الاهلي. اوتسايد لسبورتنج. تسع ثواني على انتهاء زمن الهجمه ودقيقتين 48 ثانيه على انتهاء زمن احداث الكوارتر الثالث. 51 الاهلي 68 سبورتنج. اوتسايد سبورتنج. جينا حازم سلمت لمونيك ريد تحت الباسكت واحد على واحد كيك اوت لاسرار ماجد اللي شاطت لكن اير بول على طول تلم نور علي طلعت تطلع هي بالفص بريك وتبدا الهجمه. نور وهنا خطا شخصي تعترضها جينا حازم بخطا شخصي ورميتين حرتين. ده خطا شخصي على هاله مصطفى اوتسايد. لا رميتين حرتين صح كده. خمس اخطاء شخصيه على نادي سبورتنج وثلاث اخطاء شخصيه على النادي الاهلي. رميتين لنور علي طلعت اللي نجحت في تنفيذ ونجاح الرميه الحره الاولى
دقيقتين 35 ثانية والرمية الحرة الثانية نجحت أيضا في التسجيل. روح الكرة لأسرار ماجد، لازم الأهلي يضغط، لازم يسيطر على المباراة دفاعيا وهجوميا وعلى السلتين وعلى الريباوند حتى يستطيع تضييق الفارق. جينا حازم من نادي سبورتنج، مونيك ريد اللي ماسكاها، شاطت مونيك لكن ما بتنجحش في التسجيل. ثم على طول لوكاس، لازم هنا السرعه، السرعه والفاست بريك، لكن هنا لسه في البطء. وادي الهجمه على طول بثري بوينت من نادين ياسر او من نادين سلعوه، ما بتجيش، وفاست بريك لنادي سبورتن ما بتنجحش. منار ايهاب في التسجيل، على طول تسلم لوكاس لنور علي طلعه، نور وصلت، نور نجحت، نور بمنتريشن حلو. لازم نرجع هنا بسرعه، الرجوع هنا يعني يا جماعه اتنين على واحده ازاي؟ نرجع للست بلاي او رجع للست بلاي نادي سبورتنج، خمسه على خمسه، مونيك ريد، مونيك ماسكاها رنيم جداوي، طلبت السكرين، عدت مونيك، لسه مونيك معاها الكوره، وصلت بالانفتريشن، اتقطعت منها الكوره اللي عملته لوكاس ده. هي اقتنعت، افتكرت ان خلاص الثواني الاخيره، هي حتى بتعتذر وبترفع ايديها، يعني هي اعتقدت ان فاضل ثانيتين، يعني احنا عشان بنزعم الملعب فشايفين القصه كويس، هي افتكرت ان فاضل ثانيتين او ثانيه فعشان كده شاطت الكره دي، لكن تتعوض. 55 68 لصالح نادي سبورت. لسه ضغط النادي الاهلي، اسرار ماجد لمنار ايهاب، منار لا الطريق فاضي، طلعت الكيك اوت لمونيك، مونيك لجينا حازم، لاسرار اللي شاطت على الثري بوينت تنجح في تسجيل ثلاث نقاط لصالح نادي سبورت. ثلاث نقاط نادي سبورتن. فريد اوائل، لكن كده يعني الكوره تخبط في ايد رنيم جداوي وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. دقيقه وثانيتين على انتهاء احداث الكوارتر الثالث، 55 71. مان تو مان بيطلب الكابتن علي من لاعباته، وتحذير من كابتن نانسي لرنيم جداوي بعدم الاعتراض. مونيك ريد من سبورتنج، لسه الكره معاها، مونيك لهلا مصطفى اللي لقت نفسها فاضيه، بتهوش بتحاول توصل تخطف الكره كده على طول. لوكاس فاس بريك 4-2، هنخلصها ازاي؟ بالشوطه وتنجح في تسجيل نقطتين. مونيك ريد ضغط هنا النادي الاهلي خاصه على اسرار ماجد، واحده من اهم مفاتيح اللعب، تخبط الكره جينا حازم قبل الخمس ثواني في فريد اوائل وبتطلع اوت سايد سبورتنج. ضغط النادي الاهلي، فاضل 35 ثانيه على انتهاء احداث الكورتر الثالث، وتغيير في صفوف نادي سبورتنج، هيخرج جينا حلمي وينزل ريم موسى، طبعا تغيير منطقي جدا لنادي سبورتنج. تراجع الاهلي عن الضغط وهيبدا من نص الملعب، ريم موسى اخر 25 ثانيه، ريم لسه معاه الكوره، لسه ريم تاخد السكرين وبتسلم لمونيك ريد، مونيك اللي قررت تخترق ووصلت، لكن هنا في ايه؟ في هنا اوفنسيف فاول على هلا مصطفى اللي اعترضت رنيم جداوي بخطا شخصي واوتسايد لصالح النادي الاهلي. 18 ثانيه، 57 71 لصالح نادي سبورت. لوكاس ايطالي، لوكاس لسه معاه الكره، لوكاس هتخلص الهجمه ازاي؟ لوكاس خد السكرين من رنيم جداوي، هتخلصها على ثلاثه ولا بنتريشن، سلمت لنور علي طلعت اللي شاطت ثري بوينت لكن ما بتنجحش في التسجيل، لمت فريد اوائل اعترضتها هلا مصطفى بخطا شخصي ورميتين حرتين وخطا فني على الكابتن حورس، تكنيكال فاول برميه وحيازه، كده ثلاث رميات حره وخطا شخصي على هلا مصطفى اللي اصبح عندها ثلاث اخطاء شخصيه في احداث هذه المباراة. ثلاث رميات حرة للنادي الأهلي على التنفيذ، نادين سلعوة.
نادين ايربول اولى الكرات، يعني هارد لك يا نادين، هارد لك يا نادين. وادي رميتين الحرتين، لنادين ما بتنجحش في تسجيل الرميه الحره الثانيه. الاخطاء يعني الفاول شوتين اسهل مهاره في المباراه، ثانيتين وجزئين من الثانيه على انتهاء احداث الكوارتر الثالث. هلا مصطفى تلم وخلاص هتاتي معاها صافره انتهاء احداث الكوارتر الثالث بتقدم نادي سبورتن 71 على النادي الاهلي 57. دقيقتين هي زمن راحه المقرره، ونرجع لحضراتكم بعد الراحه.